القمعي ها ماشي رد العشيزة القمعية. غضبة الشعب المغربي الشقيق متواصلة بعد الخرق الخطير لنظام المخزن لكرامة الشعب المغربي وأنفته. لن نستسلم، لن نستسلم لقمعكم. فلسطين ستبقى معنا والمغرب يحيا حرا. فالصهاينة يجب أن يطلعوا يمشوا بحالهم والخلقوا السرية ديالهم. المسيرات والمظاهرات الشعبية المستمرة بعدد من المدن المغربية قوبلت بعنف شديد وقمع غير مسبوق. الأمن المخزني لجأ إلى الهراوات والغازات المسيلة للدموع ولم يسلم من قمعه حتى كبار السن. في الوقت الذي كان فيه آلاف المغاربة يجلدون ويسحلون في الشوارع، كانت الأفراح تقام زهوا بقدوم جزار غزة وزير الحرب الصهيوني بني غانتس. مشهد سريالي لم يكن أي إنسان يتابع ما يجري من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني يتصور أن يحدث في بلد عربي. الاستفزاز بلغ أشده لدى الشعب المغربي بكل أطيافه. استفزاز أيقظ الغضب الشعبي الكامن من وراء هذه السياسات الخارجية والداخلية. اليوم احنا كنشوفوا بان الشارع المغربي كامل يعج بالاحتجاجات بالنضالات وغيرها. الصدر ديال المخزن ضاق، وبانه ولا الان اللغه الوحيده التي يجيدها هي لغه القمع ولغه العصا ولغه التدخلات العنيفه، لان ما عندوش اجوبه مقنعه على الاسئله والتساؤلات اللي كيطرحها الشعب المغربي، وخاصه الشعب المغربي اللي كيطرح واحد السؤال كبير: كيفاش هذا التطبيع اللي هو مرفوض من الشعب المغربي، بل اكثر من ذلك وهي الزياره الاخيره ديال الوزير الدم، وزير القتل، وزير الحرب، وزير الكيان الصهيوني، اللي ما عنده حتى ادنى مبرر، ادنى شي حجه، ادنى شي حاجه اللي يفهمها الشعب المغربي التقبل ديال هذه الزياره، لان لا يمكن بتاتا ان نقبل بزياره وزير قتل الشعب الفلسطيني، قتل اطفاله، شرد نساءه. لطالما كان هذا النظام بملوكه المتعاقبة واختلاف ترقيمهم من محمد السادس وأبيه الثاني ومن سبقهم، لطالما كان متحاذقا متلونا يخدع يكذب يفتري ويحيق المكر والدسائس ويظلم شعبه الفقير المغلوب على أمره، ولكنه في الوقت نفسه ساذج. ذلك النظام الذي يتقوى على نساء وحرائر البوليساريو من السلطانة خية وشقيقاتها فقط، وضع يده في يد الصهاينة أعداء الأمة العربية والإسلامية وأعداء القضية العادلة. فالمثل القائل: الطيور على أشكالها تقع، فلا يتحالف محتل غاصب ظالم إلا مع مثله، ولا يجتمع هؤلاء وأولاء إلا على الأشراف. عام مر على القرار المهين لكل أكارم المغرب وأحراره بالتطبيع الكامل العلني بين المخزن ودولة الكيان الصهيوني، فاحتفل الطرفان بالذكرى بزيارة هي الأولى لوزير دفاع الكيان الصهيوني إلى أرض الخطابي وأسلافه ومن على فكره وقناعاته، فارتجت تلك الأرض غضبا ورفضا. استخدموا في المغرب باش يديروا معها اتفاقيات العار، اتفاقيات ديال سموها اتفاقيه الامن، وهي اتفاقيه الامن ضد الشعوب. ندين هذه الممارسه ونعتبر ان الشعب المغربي دائما قضيته الفلسطينيه قضيه وطنيه كما كيعتبرها دائما. اقسم لكم بشرفي غادي يوقع لكم اكثر من داك الشيء اللي كيوقع في فلسطين. باش يدخلوا لنا
قاعدة عسكرية المنطقة الريفية بحكم أنهم يستقروا على الجزائر بالكيان الصهيوني. احنا الريافة راه ما نقبلوش هاد الشيء هذا. هذيك أرضنا درنا عليها حرب وأسسنا جمهورية وبعتونا انتوما، انتوما اللي بعتونا لفرنسا ودرتوا اتفاقية إكس ليبان. اتفاقية إكس ليبان اللي داروها العلويين مع فرنسا سنة 1955 بالحماية الفرنسية وتأسيس حزب الاستقلال في 1950، مراها جت ثورة الريف سنة 1958 وسنة 1959 مجزرة الريف. واتفاقية إكس ليبان فيها قرن، يعني الاتفاقية الفرنسية ديال الحماية الفرنسية في المروك غتساني سنة 2055 اللي غتسالي. حنا راه ما غنستناوهاش حتى 2055. حنا يا ضاد في هذا الوقت هذا راه غادي نوضوا معاكم، هذا الوقت هذا الايام الجايه غادي نوضوا معاكم كاملين يا النظام الفرنسي. انت يا محمد السادس راه عرفناك كراكيز، عرفناك مجرد خيال، راك تما مجرد خيال، حاطينك تما الصهاينه. قاس لي ياخذوا في اراضينا في الرشيديه، قاس لي ياخذونينا في الاراضي في مراكش، دابا جايين باش يحاربونا مع الجيران. غادي تشوفوا كيفاش غادي نتقدموا بعد الساعه يا عباد الله. جايبين قتال، واش قتال ديال غزة، قتال ديال فلسطين، قتال ديال سوريا، قتال ديال العراق، غادي يشحن فينا حنا مغاربه. وجاي وجايبينه هنا طياره وباستقبال. حراك المغاربه وفي مختلف اقطار الجاره وخاصه من منطقه الريف الابيه العصيه على الاستعمار والخيانه، المجاهدة ضد الإسبان والفرنسيين سابقا والآن الرافضة للتطبيع مع الصهاينة، خطورة على المغرب. والأكثر من ذلك بوصول تطبيع إلى المستوى العسكري هو فيه مغامرة وخيانة ومغامرة ومقامرة بأمن المغرب وبأمن المغاربة.